الحمد لله الكريم البر المحسن المنان، يجازي الإحسان بالإحسان. فضل من الشهور شهر رمضان، وأعاننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، ونسأله سبحانه قبولا نبلغ به أعلى الجنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد الجنة لأهل الإيمان، واختص الصائمين منها بباب الريان. وأشهد أن سيدنا ومحمد سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى التوحيد والرضوان، صلى الله عليه وسلم ما تعاقد الجديدان، ورضي الله عن آله وأصحابه أهل التقى والإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واخرجوا من شهر الصيام بذات التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، آن للقلب أن يخشع وللعين أن تدمع. فها هو شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، أو شتأً ودع. عباد الله، إن كان شهركم أو شتأً يودع، ففي بقيته من الأيام والليالي لكم فيه مستمتع. عباد الله، لقد بقيت لكم أيام من رمضان تصومونها، وليال ترتجونها، بقيت لكم ليال ترجون أن تكون منها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنها ليلة ليست كالليالي، إنها ليلة مباركة، زادت بركتها عن جميع الليالي. إنها ليلة من وافقها من المسلمين المتعبدين فاز بعبادة 83 سنة وثلث السنة، فيا له من فضل عظيم. وإن ليلتكم التي تقوم عليكم بعد ساعات من أرجى الليالي بليلة القدر، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى فيها بأصحابه من بعد صلاة العشاء إلى قرب صلاة الفجر، وجمع أهله في تلك الليلة، وكان عدد من السلف من الصحابة ومن بعدهم ينصون على أنها ليلة القدر. نعم يا عباد الله، إنها ليلة هي أرجى ليالي العشر لتكون ليلة القدر، من غير جزم بها، من غير جزم يلقي احتمال كون بقية الليالي ليلة القدر. فعلينا عباد الله أن نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم ونتسل به، وأن نجتهد في هذه الليلة اجتهادا عظيما، نرجو به أن نصيب ليلة القدر، كما أن بقية الليالي عباد الله مرجوة لليلة القدر. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نلتمس ليلة القدر في ليلة
ليلة 29 وفي آخر ليلة من رمضان. عباد الله، عباد الله، إن العبرة بالخواتيم، وإن حسن الختام يجبر تقصير البداية. ألا تجيدوا يا عباد الله في الاجتهاد مبتدئين بنبيكم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، عباد الله، إن ربكم الكريم قد شرع لكم في ختام شهركم أمورا يقضي